اشرحي لي اللمه الحلوه اللي انا شايفها قدامي دي. زيت زيتون انا فاهم. تمام. ودي انا قلت لك هريسه، قلت لي لا عندنا في العريش ما اسمهاش هريسه، اسمها مكبوس. مكبوس مكبوس. دي شط عباره عن فلفل عرايشي اللي هو الحراق جدا قوي. حلو. هي نسبه الحراره فيه عاليه خالص يعني. أوكي. هو عشان كده بنقول عليه الفلفل العرايشي. عرايشي مميز بتاع العريش يعني. ده بتاع العريش. طبعا هو هو في الاول بيبقى اخضر، بس لما بيستوي بيبقى احمر. جميل. يعني انت بتسويه؟ لا هو إيه؟ بيستوي في الشجر. يستوي في الشجره بتاعته. ماشي. اوكي. بيبقى احمر. بيتغسل طبعا كويس جدا. وبعد كده بيتفرم على المطحنه بتاعت ال. ماشي. بيتفرم كويس. أوكي. وبعد كده بيتحط عليه زيت زيتون اهو، ودق الثوم وتوم وملح وزي ما حضرتك شايف كده، وتاكل بقى. طب ما فيش عيش بقى كده واحنا قاعدين القعده الحلوه اللطيفه؟ حته جبنه بس. مش كده شويه عيش؟ طيب كده علشان. وده بقى زيت الزيتون اللي احنا هنستخدمه. ده زيت الزيتون بقى اللي هو من الشجر على طول، معصور على البارد، نسبه الملوحه اقل من 1%. ده كده اللي هو زيت الزيتون البكر، اكسترا فيرجن اويل زي ما بيتقال. بالظبط حضرتك. ده اللي هو نمره واحد. اللي ما فيش لا قبله ولا بعده. لا ما فيش، هو من الشجر على طول على المعصره. وطبعا احنا الحمد لله لان الارض عندنا حلوه ما شاء الله، مش مالحه قوي. فالزيتون بيبقى عندنا طبعا مميز في بالنسبه للاكل، حتى وانت بتاكل مختلف خالص عن سيوة، عن مطروح، عن زيت الزيتون بتاعنا مميز. العريش يعني دايما حاجه تانية. طبعا ما معروفه برضو ارض العريش وشمال سيناء بالزراعه الحلوه. الكيس بقى الكبير المكلبز اللي هناك، الكيس اللي في النص ده، دي المرمريه. المرمريه دي احنا عارفين المرمريه، وطبعا دي برضو على الطبيعه، ما فيش اي مواد حافظه ولا مواد كيماويه ولا اي حاجه، هي بتطلع على الطبيعه. مفيده في ايه بقى المرمريه؟ مفيدة لحاجات كتير. اولا هي على كوباية الشاي كده مبدئيا يعني ريحتها جميلة، ملهاش حل. طبعا ريحتها جميلة. بالنسبة للبرد في الوقت الحالي اللي احنا فيه على الليمون، يعني نسبة مناعة غير عادية. حلو قوي الكلام. للكورونا ده. طبعا ماشي. للمغص اللي عندهم القولون والحاجات دي، بتتغلي من غير سكر. اوكي. بتتغلي كده، تاخد لها دقيقتين ثلاثة كده على النار غليان، وبتغطيها علشان السعرات الحرارية كلها اللي فيها تفضل موجودة فيها، وبتتشرب وهي دافية. خد بقى دي كده المرمرية عشان برضو ايه نوريها للناس. مرمرية خفيفة المرمرية برضو، ما هي عشب اصلا زي النعناع زي، بس ريحتها طبعا مميزة. الجمال ده انا احبها جدا طول عمري من وانا صغير. ما هي احنا بالنسبة لنا طبعا برضو في كاسينا ما ينفعش الشاي من غير المرمرية. ايوه دي بقى اللي انا قلت لك انا فاكر طول عمري ان احنا بنستوردها، طلعنا بنزرعها عندنا في العريش. لا هي موجوده عندنا من زمان. مورينجا دي بذور المورينجا. ودي بقى نعمل فيها ايه؟ دي حضرتك البذره اللي جوه دي بتتقشر زي اللب. ماشي. يعني القشره دي بتتشال. ماشي. بتلاقي فيها حبايه صغيره جوه كده. الحبايه دي بتتاخد على الريق بالنسبه للي عنده سكر او عنده ضغط او للسمنه حاجه تانية بقى. هي نفسها هي كعلاج. دي بقى تخسس بقى. للتخسيس بقى مفيده جدا للتخسيس، بالذات الورق بتاعها الشاي بتاعها. يعني انا اخدها زي ما هي كده وانقعها في الميه السخنه؟ لا. امال ايه؟ بتتبلع زي حبايه الدواء بالظبط. لا انت قلت لي زي لما اجي اعملها شاي. لا في الشاي الورق بقى. الشاي بيبقى الورق بتاعها. استاذه منى يعني بتفيدنا فيها. ماشي. طيب دي مورينج. زعتر وعجوه. دول سهلين، دول بقى انتوا عارفينهم. الزعتر حطه على العيش مع زيت الزيتون. الزعتر بقى مع العيش مع الدقه مع الحاجات دي، مع طبعا دلوقتي بيتزا، تتبيله الفراخ، الحاجات دي كلها طبعا بتدخل فيها. ماشي. لانه بيدي مع البيض بيدي ريحه حلوه، وبرده نسبه الفايده فيه كويسه يعني. والعجوه عجوه معروفه. العجوه بقى البلح. احنا مشهورين طبعا بالبلح فالعجوه طبعا الرطب بنقشره ونعمله عجوه زي كده، مفيده جدا برضو. حلو جدا. طيب